سنيارك طري سنيار سرداء جلت محاملهم جلت محاملهم جلت محاملهم جلت. حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا، مستمرين معاكم في تغطيتنا الخاصة لبطولة السنيار 7. احنا اليوم في اليوم السادس ونشوف كل المحامل مبندرة على سيف كتارة ويجهزون لدشة الحداق. احنا متواجدين معاكم ومستمرين في تغطيتنا الخاصة لبطولة السنيار الخاصة للبطولة هذه، ومتواجدين حاليا في احد المحامل المشاركة وهي محمل فريق العنابي، ويسعدني اني استضيف معاي نوخذه احمد رحمه الكواري، نوخذه فريق العنابي. حياك الله يا ابو رحمه، يا ريت تسولف لنا عن تجهيزاتكم السنه، وهل يعني المنصه لكم ولا لغيركم؟ الله يحييك، حياك الله ابوي. شوف المشاركه، انا هاي المشاركه الثالثه لي، وكل سنة أتعلم شيء جديد بالنسبة حق التجهيزات. السنة تجهيزاتنا كانت أكثرها تجهيزات فنية وتشكيل الفريق، أما باقي التجهيزات فهي تجهيزات معتادة. حاولت أوزع الأدوار على كل اليزوة اللي معاي، لأن عادة في السنيار اللي شاركت فيه المرحلة الأولى والثانية كنت أنا ملم و مجهز كل الامور الحالي. فلما استمرينا في السنه الثانيه، السنه الثالثه حاولت اوزع الادوار بحيث انها تكون الامور اسهل علي في اداره التحرك، التخطيط حق اليوم الثاني، محاوله تجهيزات اخرى، تغيير العده المستخدمه. فالتجهيزات الفنيه قمنا بها، هبينا اللينج، صبغناه، شيكنا الكهرباء، شيكنا الجنريترات، شيكنا الماكينة. أما باقي التجهيزات كالماتش لو الشغلات هذه، فكان في أشخاص ثانيين قاموا بالدور وما قصروا، وتوزعت تقريبا على معظم الشباب الموجودين مشاركين، والأمور الحمد لله طيبة. ونتمنى إن شاء الله التوفيق من رب العالمين، لأن حسب ما وصلنا أن المنطقة جديدة ولغايه الان ما اعلن عنها، والمنطقه هذه منطقه مفتوحه قالوا، يعني تقريبا من بويت الوكرم بويت الخور، فيها اماكن، فيها محادق، ولكن تعتبر اختصاص. اهل الخور عندهم محادق خاصه، اهل الوكرم عندهم محادق خاصه، اهل الدوح عندهم محادق خاصه. المساحه كبيره حسب ما سمعنا. راح تصادف الجميع مشكلة في البندر. أتوقع أنه راح يكون البندر مفتوح حق الجميع، والتواجد في القفال على موعد معين، وهذا توقعي يعني. ولكن أكيد بكرة راح يعلن بشكل رسمي عن مكان المسابقة، وهني راح يبدون نواخذه بالتخطيط، وين راح يبدأ في اليوم الأول أو بداية اليوم الأول، أو متى راح يلفح أو متى راح يحدق. هالمحادق اللي هو يعرف قريبة منه مو بقريبة منه، راح يتأكد من الأمور هاي كلها، ويكون في وضع إن شاء الله يعني يساعده في تحقيق الفوز. زين برحمة، بنشوف فريق العنابي على المنصة السنة إن شاء الله في السنيار الحداق؟ الحداق نعم. ما اعتقد. الحين تو التجهيزات ولا؟ ما اعتقد نكون احنا يعني من الفرق الاولى، بس ان شاء الله بنحاول نكون من الفرق الاولى. هذا الجهد احنا بنبذله والباقي على ربك. لكن الفرق كلها هذه كلها مجهزه، والمكان كبير انا قلت. زين، في ظنك شو السبب انكم السنه مو على المنصه؟ يعني على اساس ان المكان غير؟
ولا عدم جاهزية الشباب انت تشوفه؟ شوف السنة قلت لك في تكتم كبير على المكان، تكتم كبير على المكان، يعني بندخل ما ندري، يعني لازم خطتك تجهزها مباشرة، فهذا شوي صعب. يعني لا يمكن مسابقة تعد، عندك مسابقات كرة القدم، أي مسابقة راح تعد يحدد مكانها قبل يعني تتأهل الفرق للمباراة وغيره. يعني طيب لا يمكن تكون في مسابقة انت يعني تدخل فيها زي العمي. لا ما هو ما عليه، بس اذا انا يعني على ما يقولون ما عرفت المكان اللي انا بابحر فيه، بجهز الربع من ناحية العدة، من ناحية التجهيزات هذه يعني الثانية. العدة كلها جاهزة حسب يعني في عدة الشب وعدة الحداق وعدة اللفاح موجودة ومتوفرة، وهي عدة يعني عند الكل، لكن في أماكن لا يمكن تلفح فيها لأن ما فيها صيد. صحيح. ومن ضمن المخطط يمكن تكون. هاي جدا صعب، يعني انت تدخل من هنا الساعه 3 و4 الفجر يوم الخميس رايح ما تدري وين بتروح، يعني ما حد مجهز نفسه في المكان، يعني فبتكون مفاجاه. يعني اتوقع ان الاوائل راح يكونون فرق جديده، هاي توقعي يعني. بالتوفيق لك ولكل الفرق المشاركه، كل الشكر لناخذه احمد رحمه الكواري. اعزائي المشاهدين ننتقل إلى السيد علي أحمد بوفيصل، أحد أعضاء فريق الدالوب وحاليا متواجد معانا. بوفيصل أبي تصريح قوي. تصريح قوي إن شاء الله. أتمنى أول شيء السلامة زين وكل حاجة حبيبي زين، ويشدون حيلهم جميع الأفرقة وكل حاجة. والتصريح القوي إن شاء الله طبعا فريق الدالوب شاد حيل ان شاء الله اول باول زين، وكل شيء جاهز. لا ابي تصريحه، مو بتصريحه ابو فيصل، ابي تصريح انا على المنصه، يعني السنه غير المنصه اقول لك يوخرون عليها. نعم انا اقول لك يعني احنا ان شاء الله طبعا اكيد يعني فريق العنابي ما ظنتي يعني يوصل منصه بعيد. تصريح برحمة أخوي برحمة قال إنه يعني يمكن السنة ما يحالفهم الحظ، لكن هذا تصريحكم للناصح حتى حق الفرق الثانية، يعني أنتوا ما شاء الله عليكم خلاص. لا إن شاء الله شادين حين بالأغراض السرية الموجودة اللي عندنا. بعد في أغراض سرية زين بفيصل ما عليه، يعني الأغراض السرية بنرجع لها. بالنسبة للموقع تغير السنة. الموقع والله زين نسووا. زين انه سووا غيروا المكان وكل حاجه. ليش؟ لان احنا نعرف مكان محادقنا ونعرف اماكننا والاماكن اللي نبغيها نعرفها كل شيء، واحنا يوميا يعني ننزل ونروح ندور محادق وكل حاجه، والاماكن اللي لقيناها حصلناها وان شاء الله تكون في ضمن الخارطه هذه. بس اللي اعرفه انا ان انتم خبرتكم في بحر الوكره والينوب، يعني ادرى من بحر الدوحه وبحر الشمال، ما ادري اذا انتم عندكم خلفيه عنه. صح معاك فيها، مثل ما قال اخوي، مثل ما تفضل اخوي برحمه قال اهل الشمال لهم هناك بحرهم واهل الجنوب لهم بحرهم. زين انتم وين محلكم السنه؟ هالسنه والله يا اخوك مشكله ما نقدر نقول اسرار يعني. اي نعم ما تنقال هذه. والله هذه يعني ما ادري، احنا حاولنا نطلع اسرار ابو فيصل لكن ما في فايده. زين تجهيزاتكم شلون السنه ابو فيصل؟ تجهيزاتنا ان شاء الله كل الربع جاهزين على يد واحده، حالات الربع يكون على يد واحده، ربع تعاونهم ما ذلوا. شوف لازم يتشاركون يتساعدون وكل حاجه، وقت الحداق خلاص لا حد يكلم الثاني. اي كل واحد في حاله، مصطلح ذا خذافيق حذا زين، بعدين لا يحط له خيط واحد، لازم يحط له اثنين ثلاثه خيوط حذا. إذا تشربك الخيط هذي قطة اشتغل على الثاني، ما في تلفون خلى عنك، تلفونك خلى في الليل كيفك معاه، لكن وقت الحداق وقت الجد لازم تشد حيلك. أنت تبي مركز تبي توصل لازم تشد حيلك، ما تخلي أمورك هالشكل هذا. هي أما واحد بيروح اللي بيقعد يأكل لي ربيان ولا بيقعد واحد ما أدري وشو، هي هذا هو. لا صارت ولا استوت عائلتي، ما فلحنا عن عائلنا. إيه هاي يا يبا لازم يشدون حيلهم، لازم يشدون حيلهم. اهم شيء شد الحيل من الشباب. اي مو بعضك والله اللي قال له هذه انه خذها، والله يا فلان شد حيلك والهم وكل حاجه وكل شيء،
لا والله يا اخوك خلني انا ارتاح، خلني انا اقعد. ما يصير انت جاي تشارك يوم انك تبي ترتاح تبي تقعد، عيل اقعد في بيتي احسن لي، ليش اروح احدك واروح هلع وزن وخذاي؟ زين ابو فيصل بقول لك الحين انت تكلمت عن الحداق، زين في حركتكم من محدق ليه محدق او من قوعه ليه قوعه بتقطون الدارية بتلفحون، تجهيز اللفاح شلون؟ تجهيز اللفاح ما يحتاج بعد ابدا، انا عندي اللفاح سم الحداق. نعم اللفاح شلون تجهيزنا ما يحتاج الكيبل زين. أوه. هي نعم زين دريات ما دريات، شوف احلى شيء اذا بتلفح فيه عندك بورد 13 و12، اما بتقول لي البوردات البقايا لا يعني. نعم نعم نعم، لان لفاحنا بيكون ان شاء الله بعون الله انا من ضمن الغوص وتاهلت الحمد لله في مركز، اخذت المركز الثامن وتاهلت حق مسابقه الغوص زين، وان شاء الله طبعا اللفاح بيكون في وين؟ في حالول. صحيح. الشغل بيكون في حالول، لازم هني تجد نفسك، لازم تجد نفسك قد ما تقدر. هاي وفيصل سمعنا عن الدريه القليت او القفشه القليت. ايه؟ والقفشه الملونه، شو تفضل انت؟ لا انا عندي والله القليت القديمه الاوليه. اي نعم الاوليه هي الاصل. نعم اما بتقعد تحط لي الوان وبتحط لي ما ادري وشو تغير تبدل الا مش، لا ما في يعني مثل ما قلت لك يعني جيل عن جيل يفرق، يعني لازم تحط لك الالوان هذه الالوان عاد وشو على حسب الخبره، هي على حسب الخبره هذا. هي بعدين بعدين لا تنسى بيك يمكن ضبابتك تيك الغيم، هيك الغيم هاي الغيم بعد لازم في قباش تركب على الغيم تركب على الجو على على البحر لون البحر. زين ابو فيصل طريت الجو الحين احنا وقت سريات احلى شيء. زين ما عليه لا الجو سريات الحين هواء لي ضرب الهواء محملكم يقاوي حمي والله على حسب النخذ اللي بيقبض السكام. من نخذاكم؟ عادل احمد ابو فيصل اللي هو اخوي نخذه. الله ينعم بحالك حبيبي الله انه كفو. نعم كفو. انت ما شفت يوم في مسابقه الغوص صار فينا؟ نعم نعم. والله العظيم قسم بالله يعني الحمد لله جدينا وشدينا حيلنا في المويات في الموج ويقوصون الشباب ما شاء الله وشادين حيلهم، يعني لازم انت ايه الخبره، انت تبي نتيجه هذا هي. والله العظيم حتى ما يقدر يمسك الحير. نعم نعم اي والله الحير ما يقدر. الحداق هو صيد السمك بالطرق التقليدية باستخدام الخيط والميدار والبلد، ولكن استخدام نوعية اليم تختلف من نوخذة إلى آخر، البعض يستخدم الخثاق والبعض يستخدم الربيان، وأيضاً هناك فروقات في الوقت اللي نقط فيه الخيط، حداق الصبح غير عن حداق المغرب وحداق الليل، وأيضاً تختلف القوعة، فمثلاً سمكة الفشت غير وسمكة الرق تختلف عن سمكة الغزير، وهناك أيضاً فرق في قياسات الميادير والبلود، وكل له استخدامه. وصلنا معاكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تابعونا بكرة في نفس الموعد وحياكم الله. سنيارك طري سنيار سرداب.